صاحبتي يا وراني صبحت نعسه ما كان ما يتخبى، حيتاش صبحت ما كانتش قاريه، والبارح كنت في لاصال يلا صبحت خامره يلا فقت يلا حسيت براسي ارتاحيت. مهم شوف الشعر كيفاش صبح هذا، ما صايبتش ما حتى شي حاجه، هو الدليل انه ما مصايبش غير لفه ديال البروتين، وهذا الشيء اللي كان محروق راه تعالج بعد شي شويه، ما بقاش كيبقى مطنش. مهم هانش، مهم عجبني شعري وما بقيتش غنصايبو، صافي حلفت على والدي لا صايبتو الا الا كانت شي حاجه ضروريه عاد نقدر نصايبو. يلا نمشيو نغسلو وجهنا. ريحتي كنحس بواحد ما عرفتش ما هو عيا، ما هو قنطار، ما هو شي حاجه في شكل ما عرفت شنو. مهم غادي نغسل وجهي بصابون ديال لو لادانيس ديال كارفي ديرماتولوجي، وانا كنقول هذاك الحبيبات منين جاب الساعات اليوم عاد عرفت على الجو، ماشي مشكل غادي نمشيو. غادي نفرك وجهي مزيان بالصابونه ديال لو لادانيس، كتحيد الحبوب وكتنشفو. هاي واحد الحبه ثاني اخرى انا ناضت، مرحبا بك سنتي تنضمي الينا، ما غاديش تبان لكم كاينه هنا ماشي مشكل، خذوا راحتكم دابا نبتوا نوضوا وكره والله لا بقيتوا مزيان. انا كي يجيو الوجه تيشايو فيه وتيعجبهم تيسكنوا وتيعجبهم المحل، ديك المقوله وهي هذه ديالي مع الحبوب انا، تيجيو يسكنوا تيعجبهم المحل تيطاولوا معايا. صافي انا باش تعرفوا انا راه وجهي باقي تينوض فيه الحبوبات حتى هي وحده يلا ناضت حتى هي، يعني حيدنا شي فين يجي شي ماشي خلينا داك الشيء الاول و جاي شي فوق شي، فهمتوا. غنيدغاد توجيه اليوم بلو سيروم ديال لا فيتامين سي ديال كالبي ديرماتولوجي، انا كنحمق على لا فيتامين سي ميمكنش، شحال سنوات وانا كندير لا فيتامين سي وكناخذ لي برودوي ديال لا فيتامين سي بزاف، علاش؟ حيت كيعطي واحد الاشراق للبشره، ما كتبقاش البشره ديالنا شاحبه، كيحفز لينا الفيتامين سي الافراز ديال الكولاجين في البشره، فبالتالي البشره ديالنا كتولي مشرقه، وكي حتى هو كيحيد ليطاش لا فيتامين سي. ها هو ديال كالبي ديرماتولوجي خطير البنات، واعر 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 واعر، وريحتو كتشمو ريحة الليمون بعدا راه ميمكن. صاحبتي اجا نتستاو لي غوج ا ليفغ اللي خديت البارح، غادي نبدا بهادو هما اللولين لي تسقاو، ونعطيكم لي ريفيرونس ديالهم بيان سور. هادو كنت خديتهم ديال فانسي، خديتهم حتى كانوا اون بروموسيون. صافي شوفوا هاد اللون البنات شحال واعر، لا ريفيرونس ديالو 37008، وقولوا لي كيفاش جاكم هذا رقم واحد. ثاني لون هو هذا، الكود ديالو ولا لا ريفيرونس ديالو 18 01 450. اسكتوا قليلا، ولكن هاد اللون واعر حمقني ميمكنش، وريحتو زوينه. ديجا هاد لي روج ا ليفغ هادو كاملين على باز ديال لارغان، يعني كيغطيو لي ليفغ وواعرين. المهم لا ريفيرونس ديال هذا 19 17 2، حبيته. وهذا البنات اللي دايره دابا مات، شفتو لومبالاج ديالو مات، وهو مات الاخرين ماشي مات، وهكا جاي لومبالاج ديالو. شوفوا لي هاد اللون، هاد الاحمر هذا ما عرفتش علاش ما كنشريهش بزاف، ولا كنشريوه وكيديوه ليا. المهم ما عمرني ما بقى عندي شي غوج على احمر، دابا تقلبوا ما تلقاوش عندي كاع احمر، هادشي علاش خديتو. وديجا شوفوا كيفاش كيجي، حبيت. ايوا اخر لون هو هذا،
اوا كيفاش كيجي هذا؟ غير فيه لابريونس، غادي يجي زوين الا درتي شي روج على ليف ودرتي هذا غير من فوق منه باش يعطي ديك لابريونس، حتى هو زوين. دابا غادي ندوزو للكوليكشن الثانيه ديال ميلاني، هاد لا مارك هادي ايطاليان. انتستو تاي الروج على ليف اللي خديت صافي. دابا مسحت العكار اللي كنت العكار اللي كنت دايره بليطو، غنبداو باول لون اللي هو هذا. صراحه ما عرفتش فين هما لي ريفيرونس ديال هادو، مي بون فيهم هاد اللي تحت هذا فيهم تيستور الا بغيتي تيست العكر. المهم انصايبو رجع. هذا اول لون، هادو غنخلي لكم لاباج منين خديتهم في ستوري انستغرام. هاد اللون هذا عجبني بزاف، ولكن هاد اللون هذا ديال الصيف. هاد اللون هو اللي درت الصباح مع هاد تيتو ميك اب، وهذا اخر لون فارتو اللي غادي نجربو فيها هاد لي روج على ليفغ ديال فارماسي. كتجي بحال هكا، كيجيو هنايا، نحلوهم نشوفو من هنا. اوكي كيجيو عندنا اربعه كيجيو عندنا اربعه ديال لي ريفيرونس في هاد الباكي هادي. ها هي فارماسي. دابا غنتيستيو لي كولور ونعطيكم لي ريفيرونس ديالهم، وخليو ليا بيان سور الى واحد عجبكم اكثر. هذا البنات هو اول واحد، عجبني اللون ديالو بزاف. هذا لا ريفيرونس ديالو البنات 10 ديال فارماسي. عرفتوا هاد اللون؟ شوفوا كيفاش كيبان فاش درتو غادي وكيولي بحال الفيولي. كل ما هو كينشف كل ما كيعطي واحد لا كولور زوين، وعاد فاس مع المرايه كيبان واحد اللون واعر اكثر من مع الاضاءه. المهم هذا اول لون. حتى هادو غنخلي لكم لاباج في انستغرام فين فين خديتهم في لي ستوري انستغرام ديالي حفصه باش دخلوا. هادو مات، باغ كونطخ الاخرين ماشي مات، لي مات صعب باش يتحيدو. تاني لون شوفوا حتى هو كيفاش جا زوين. هذا غادي يجي مع شي ميك اب نيود ولا شي ميك اب يكون شارجي وديري معاه هاد الغوج على ليفغ. حبيتو لا ريفيرونس ديالو 11. باش نتفاهموا على واحد الحاجه، ريحتهم واعره بزاف، ريحتهم بحال هذا فيه ريحه شوكولا، كل واحد فيه شي ريحه ديالو. المهم عجبني حتى هذا. اوكي قلت لكم ما حدهم كينشفوا، ما حدهم كيعطي واحد لا كولور زوين كثر. حبيت واعري الله على هذا اللون الله. يعني فراسكم هاد هاد العكوره دابا، هاد لي روج على ليفغ هما اللي غيوليو دابا بالاخص هاد ثلاثه هما اللي غيوليو المفضلين عندي. هاد اللون هذا لا ريفيرونس ديالو 09. ها هو قولوا لي تاو كيفاش جاكم بعدا. ام ان لوف واعرين، حبيت بزاف. وبقات لنا اخر ريفيرونس غادي نجربوها دابا اللي هي لا ريفيرونس 12. اوه لا ريفيرونس 12 هاكا جات. هاي حبي صاحبتي. مهم جمعت شوية بيتي، كان صراحة مرور مقربل، ما علينا طويت شي حوايج وداك الشي. صافي غسلت وجهي ودرت هاد القماج هذا، سالي لي خاصني نمشي ناخدو هذا، حتى فاش كنديرو ميك اب تقيل ضروري ما خاص. مهم شي كل ما بين دو جوغ تخوا جو خاصك كوماج. علاش؟ باش نقيو لي بوغ ديال الوجه ديالنا، نقشرو وجهنا ما يبقاش داك الشيء يتلكد شي فوق شي شي فوق شي شي فوق شي. انا قبيله درت ميك اب شويه كان شارجي، دونك ضروري كان خاصني نقومي وجهي. صافي دابا درت لي هاد الكوماج هذا، غسلت وجهي ودرتو على وجهي فازق. صافي دابا غادي نمشي باش نغسلو ونرجع. ويت
المهم البنات راني غسلت وجهي دابا شوف فيا قراعي تحيت الشفار ولات كنبان قرعه. شوف مورا القماش كنحس بوجهي تيبري وكنحس به رطب 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 رطب. دابا غادي ندوزو باش نديرو لا كريم ايدغاتونت. المهم دابا مسحت وجهي بهذا التونر هذا هو الاول باش لا كانت باقا شي حاجه ديال الماكياج تحيد، ولكن كنعاود به غير على قبل دوك لي كرايون اللي كنديرو داكشي كي ما كيبغوش يتحيدو، ولكن كلشي تحيد. ايوا دابا غادي ندوزو ليدغاتاسيون. بوغ ليدغاتاسيون البنات كيف عارفين كان ديجا لا كريم 72 ساعه، هذه كتيدغاتي مده 72 ساعه، كتصلح لي بيبي لي زونفون لي زادولت، كتصلح لجميع انواع البشره. هذه الناس المعكازي اللي كينساو يدغاتيو لا بو ديالهم، هذه ما غنهضروش عليها. الناس ديال البشره ديالهم دهن، البنات اللي البشره ديالهم دهنيه ومحتاجين شي كريم ايدغاتون تكون خفيفه على البشره، يعني كتيدغاتي ماشي كتدجج لك ماشي كتثقل لك على وجهك. الكريم ايدغاتونت كترطب لك البشره وخفيفه، لانه حنا الناس ديال البشره الدهنيه خاصنا شي كريم اللي خفيفه خفيفه لاقصى درجه باش ما يدكش ماشي داكشي يبان مكجكجو داكشي وسكسك. لا المهم انت راكي عارفه قلبي دارت لينا هاد لا كريم، هادي لا كريم ايدغاتونت ليجير، هادي خاصه للناس اللي عندهم البشره دهنيه. كاينه الناس اللي عندهم البشره جافه كاينه لا كريم ايدغاتونت اخرى سميتها لا كريم ايدغاتونت ريش، غنخلي لكم التصاور ديال لا كريم ايدغاتونت ريش وهذه في الستوري ديال انستغرام ديالي حفصه بي اش. هذه اللي كندير انا كنستعملها خاصه الناس اللي عندهم بشره دهنيه، حيت خاصنا شي ترطيب يكون خفيف على البشره ديالنا. راكم عارفين نتوما البشره الدهنيه بلوتو كتكون ديجا فيها الزويد ديالها باش كتايدغاتا، ولكن ضروري ما كنحتاجو ليدغاتاسيون كثر. وكاينه الغيش، هذه خاصه هذيك خاصه للبشره اللي جافه. يلا اختي انت اللي عندك حب قلبك ولا عندك صاحبك ولا عندك خطيبك ولا راجل كيجيب لك الورد، انا ما عندي حتى واحد في هادو، عندي خويا، عندي خويا اختي جاب لي الورد. شوفي يلاه جا دابا اختي جاب لي الورد فرحني، انا كنحمق على الورد. شوفي اختي جاب لي بوكيت فلور، جابو لي كنت في لايف يا اختي، انا ريت كنحب خويا، انا كنموت عليه، انا عندي خويا. اي لاف يو، شكرا شكرا تانتا.